أصحاب الفخامة والسمو والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فيسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثانية الأردن، وأن أعبر لكم عن اعتزازي والشعب المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي يعكس المكانة الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة للأردن. ولا بد لي من أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة الأخ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما قدم من التعاون والدعم لعقد هذا المؤتمر المهم بنسخته الثانية. Monsieur le Président, mes amis, nous avons le plaisir de vous accueillir ici au Jordanie. Aujourd'hui, à cette importante conférence qui reflète le rôle clé de l'Irak dans la région et notre détermination collective à travailler avec le gouvernement et le peuple irakien pour une région plus prospère et intégrée. Je voudrais également remercier la France et le président Macron pour son dévouement à promouvoir la paix et la coopération dans cette région et au-delà. الإخوة والأصدقاء الأعزاء، يمثل اجتماعنا فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي، وإعادة التأكيد على دعمنا لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته. كما يمثل هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على الدور المحوري للعراق بالنسبة للمنطقة ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي. ينعقد اجتماعنا اليوم في وقت تواجه فيه المنطقة الأزمات الأمنية والسياسية بالإضافة إلى تحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي وضرورة تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي. الإخوة والأصدقاء الأعزاء، نؤمن نحن في الأردن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وأن مواجهة تحدياتنا المشتركة تستدعي عملا جماعيا تلمس شعوبنا أثاره الإيجابية. وهنا لا بد لي من الإشارة إلى مشاريع التعاون بين الأردن والعراق بالإضافة إلى الأشقاء العرب، سواء في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو النقل، والتي تعززت من خلال آلية التعاون الثلاثي بيننا في الأردن والأشقاء في مصر والعراق. ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا، لكننا نؤمن أيضا أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره ركنا أساسيا في منطقتنا، ونتطلع لمواصلة العمل معكم لتعميق شراكاتنا خدمة لشعوبنا. I welcome you all again to Jordan and look forward to working with you to translate the outcomes
أن أخرى في الأردن وأتطلع قدما لنتائج هذا لإقامة شراكات قوية وعملية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.